ايه اللي بيحصل خلف الكواليس بالظبط في التداول الآلي؟ في فيديو النهاردة هنكشف الستار وهوضح لكم بالظبط كيفية عمل التداول الآلي. يلا بينا. مساء الخير، معكم مؤمن مدحت، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التداول الالي. زي ما قلنا قبل كده، التداول الالي بيتم باستخدام خوارزميات الكمبيوتر، والخوارزميات دي بتتبع قواعد ومعايير محددة مسبقا لاتخاذ قرارات في التداول. خلونا نقسم عملية بناء استراتيجية التداول الالي لمجموعة من الخطوات. اول حاجة تجميع البيانات، بناء الاشارة، ادارة المخاطر، التنفيذ، واخيرا الاختبار في الماضي. اول خطوة بتكون هي عملية تجميع بيانات السوق، ودي بتتضمن تجميع البيانات الحقيقية للأسعار والسيولة في السوق في الوقت الحالي وفي الماضي. وطبعا في شركات كتير جدا بتقدم الخدمة دي باستخدام الـ API، على حسب طبعا انت بتجمع بيانات انهي سوق بالظبط، زي مثلا شركة دوكاس كوبي وياهو فاينانس وشركات تانية غيرهم. ممكن برضو تقدر تجمع البيانات دي من منصة التداول نفسها اللي انت بتتداول عليها، بس مهم جدا انك تفهم ان البيانات دي لازم تكون حقيقية 100% ومفيهاش اي تلاعب او مشاكل حصلت من مزود السيولة اللي منصة التداول بتتعامل معاه. عشان كده الافضل ان انت تاخد البيانات دي من الشركات الموثوقة مش من منصة التداول نفسها. بعد تجميع البيانات بتكون الخطوة التانية هي خطوة بناء الإشارة، وهي ببساطة تحديد معايير معينة بناء عليها هتتولد عندي إشارة للشراء أو إشارة للبيع. يعني كمثال ممكن نعمل ربوط بيولد عندي إشارة شراء لما بتجاوز السعر متوسط الحركة 50، والعكس إشارة بيع لما بنخفض عن متوسط الحركة 50. وطبعا أسهل وأبسط شيء هو أنك تولد إشارات باستخدام مؤشرات التداول، سواء كان مؤشر واحد أو مجموعة من المؤشرات بيشتغلوا مع بعض عشان ينفذوا في الآخر إشارة. وبرضو ممكن نستخدم البيانات الاقتصادية زي الأخبار اللي بتطلع بشكل مستمر من الجهات الرسمية. ثالث خطوة هي خطوة إدارة المخاطر. إدارة المخاطر أمر مهم جدا لحماية رأس المال، وهي بتتضمن وضع قواعد لحجم كل صفقة، مستويات وقف الخسارة، وأهداف جني الربح. مثال مثلا، أنت ممكن تحدد أنك عايز فقط تخاطر بنسبة 1% من رأس مالك في كل صفقة، ووضع وقف خسارة عند 2% من سعر الدخول عشان تحد من الخسائر المحتملة. وبعدها بتكون خطوة التنفيذ. في الخطوة دي بنكون عايزين نتأكد أن الروبوت فعلا بينفذ الأوامر بشكل صحيح في السوق على أفضل سعر في افضل وقت. يعني هل هننفذ الامر باستخدام ماركت اوردر ولا بيندينج اوردر؟ محتاجين نعرف سرعة التنفيذ، وهل لو حصل انزلاق سعري مفاجئ في السوق هيتصرف الروبوت ازاي معاه؟ هل هينفذ الصفقات لو في انزلاق سعري عالي او في فروقات سعرية عالية، وهتبقى النتائج فعلا متقاربة ولا ساعتها هتكون النتائج غير جيدة؟ هل في وقت محدد الروبوت بينفذ فيه الصفقات بشكل كويس، ولا ممكن يشتغل في اي وقت وفي اي يوم؟ كل التفاصيل دي محتاج تدرسها وتبرمج الروبوت عليها وتختبرها. وطبعا زي ما قلنا قبل كده، الذكاء الاصطناعي ساعدنا بشكل كبير جدا لتجربة كل الاحتمالات دي ومعرفة افضل احتمال فيهم. اخر خطوة بتكون هي الاختبار المبدئي للاستراتيجية ولكن في الماضي، الباك تيستينج، وهي ببساطة انك بتشوف الروبوت ده بينفذ الصفقات فعلا بناء على الاشارات اللي حددتها ولا لا، وبتشوف بينفذ الاوامر بنفس الادارة المالية اللي انت حددتها ولا لا، بينفذ كل الفرص اللي بيشوفها وكانت متاحة ولا في فرص مش بيشوفها. ده اختبار مبدئي فقط، الهدف منه التأكد ان الروبوت شغال بشكل كويس، مش الهدف منه تقييم الاستراتيجية او نتائجها. اختبار تقييم النتائج ده هنتكلم عنه في فيديو خاص بعدين. هي دي ببساطة آلية عمل روبوتات التداول الآلي. وكمثال للجمع بين كل اللي قلناه، لو هنستخدم مثلا استراتيجية تقاطع متوسطات الحركة، في البداية هنجمع البيانات من الماضي والوقت الحالي، بعد كده هنبدأ نبني الإشارة ونبرمج الروبوت على تنفيذ أمر بيع وأمر شراء في حالة تقاطع متوسطات، سواء بقى من فوق أو من تحت الخط نفسه، وهنبرمجه برضو على تنفيذ الإدارة المالية المناسبة للحساب اللي احنا هنشتغل بيه عشان يحدد سعر وقف الخسارة وسعر جني الربح. وفي النهاية هنختبرها اختبار مبدئي على الماضي عشان نتأكد انها بتنفذ اللي برمجناها عليها. طبعا في برامج كتير جدا بتساعدنا في الخطوات دي، من أول تجميع البيانات لحد خطوة الاختبار في الماضي، برامج زي ميتا تريدر ونينجا تريدر وغيرهم. بس لازم اوضح لك ان البرامج دي بسيطة جدا، والاختبار فيها هو لا شيء في علم تحليل البيانات. عشان كده لو شفت اي شخص بيقدم لك روبوت تداول آلي ومظهر لك ان هو عمل لها باك تيستينج او اختبار في الماضي، لازم تفهم ان الاختبار ده مش كافي نهائيا لتقييم الروبوت او الاستراتيجية
الخاصة بالروبوت، وانك محتاج لاختبار قوي جدا وبياخد وقت كبير جدا عشان تقيم الخطة فعلا بشكل صحيح، وده هنتكلم عنه في فيديو تاني بعدين. بس في النهاية خلينا اقولك ان الموضوع فعلا يستاهل المجهود والوقت المبذول مقابل النتائج اللي ممكن تحصل عليها في النهاية. تخيل معايا لما يكون عندك نظام تداول آلي متكامل بيشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، بيحلل الأسواق وبيشوف الفرص المتاحة وبينفذ الصفقات بناء على الاستراتيجية المناسبة للسوق اللي انت بتتداول عليه. هي دي حرفيا قوة التداول الآلي، وفهمك لآلية عمل روبوتات التداول الآلي هو أول خطوة هتخليك تقدر تتمكن فعلا بالاستفادة منه. في الفيديو اللي جاي هنتكلم أكتر عن أنواع استراتيجيات التداول الآلي وإزاي ممكن تستخدمهم في تداولاتك. عشان كده لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركه مع أصحابك، وما تنساش تعمل متابعة للقناة عشان أي فيديو جديد هينزل يوصلك على طول أول ما ينزل. سيب لنا تحت في التعليقات لو أنت مهتم بمجال التداول الآلي وإيه هي المواضيع اللي أنت حابب إن احنا نتكلم فيها. أشوفكم على خير، مع السلامة.